هي كبيره لكم وتحيه خالصه لكم، مرحبا بكم. لقائنا متواصل ومستمر وغنمشيو مباشره نرحبوا بالاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوال طيبه على خير. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. اذا اليوم معك استاذ غنتكلموا على واحد الموضوع مهم بزاف اللي هو التغيير ديال عاداتنا السيئه في التغذيه وسلوكياتنا خلال شهر رمضان، ونستغلوها فرصه باش نصحوا مجموعه من العادات. للاسف كاين بعض الناس اللي خلال شهر رمضان كيزيد عندهم الوزن، وكاين بعض الناس اللي خلال شهر رمضان كينقص عندهم الوزن، ولكن قليل من الناس اللي كيخرجوا من شهر رمضان وما كاسبين الصحه ديالهم وكيحسوا براسهم بانهم استفدوا من القيمه المهمه والقيمه الكبيره ديال شهر رمضان. كنعرفوا بانه علميا ثابت هذه المساله بانه شهر رمضان هو فرصه وكنضيفوا عليها ديك 6 ايام تشوال، وحتى بالنسبه للنساء في الفتره اللي كيكونوا حائضات الا صاموها من بعد شوال كيكونوا ضمنوا ان الجسم ديالهم تنقى من جميع السموم اللي كتكون تراكمات خلال السنه. وهذا الشيء اللي جا دابا واحد المبدا يعني وربما هو طاغي بشكل كبير في اسيا هو العلاج بالصيام، واللي بدات حتى اوروبا كتبناه العلاج بالصيام. الناس كيمشيو كيدخلوا لبعض المراكز اللي كيقدروا يصوموا فيها 20 30 يوم باش كيداويو الجسم ديالهم في الوقيته اللي حنا معطيانا في الدين ديالنا بلا ما نبحثوا عليها مباشره، والحكمه واضحه من هذا الشهر الكريم. فبالتالي للاسف الناس ما كيستغلوش هذا الاتجاه هذا، وكنتبناو مجموعه من السلوكيات ومجموعه من العادات الغذائيه السيئه خلال شهر رمضان اللي ما كتخليش لينا فرصه اننا نستافدوا من هذه القيمه الكبيره ديال الشهر الكريم. انا منها غادي نطرح عليك سؤال استاذي، حيت كاين بعض الناس اللي تبناو بعض الافكار اللي ماشي ديالنا. لو كان في رمضان باش الجسم ديالي يتنقى مزيان انا غنبقى ناكل غير الفواكه، ولا غنبقى ناكل غير الخضار، ولا غنبقى ناكل غير البروتينات، وكاين اللي كيقول انا نبقى ناخذ غير السوائل، ناخذ الحساء، ناخذ العواصر، ناخذ هذه المسائل هي اللي غناخذها باش الجسم ديالي يستافد في الوقت اللي كنطيحوا في ديكارونس وكنطيحوا في مشاكل كبيره من بعد رمضان. اولا كتكون التغذيه سيئه، العجائن والكوارث في المائده الرمضانيه كيسالي رمضان كنساليو بمشكل، سورتو الا كانت عندنا امراض مزمنه. فهاد الصوره كلها نبغيو ندققوها معك اليوم استاذ محمد احليم. نعم، شكرا اختي سكينه على هذه القراءه. فعلا شوف، هو دائما الدماغ ديال الانسان، الدماغ ديال الانسان هو طبعه الا ما كانش لا موتيفاسيون والا ما كانش باين لوبجيكتيف وعطيتيه حسابات كيمشي غير الحاجه السهله، هذه معروفه، ماشي غير في مي لما كيكونوا الحسابات اللي هي فيها واحد لو غان، فيها واحد الريكومبونس، فيها واحد الربح، الدماغ كياخذ لو ديفي والجسم ديالنا كياخذ لو ديفي. مثلا تلقى واحد كتقول له باش تنقص الوزن خصك خدمه، باش دير المستقبل خصك خدمه، باش تشد الباك خصك خدمه، باش تشد الدكتوراه ديالك خصك خدمه، خصك تخدم، خصك تدمر، خصك واحد ليفور. بزاف الناس هاد ليفور ما انسان ما كيستسغيش، انا بغيت شي حاجه سهله. مالوغوزمون النظام الغذائي السهوله ديالو والاختصار ديالو كيؤدي لمشاكل كبيره بزاف. بعض المرات كتعطى العديد من المعلومات ماشي دماغنا ما كيقبلهاش، كيقبلها ولكن دائما كنقلبوا على داك الشيء بين قوسين اللي مسلكنا حنا ولكن شكون حنا، لان ملي كنقولوا حنا تقول انت واش انت هذاك الانسان اللي كيفكر في صحته، او انت دابا راه هذاك الانسان اللي ما كيفكرش في صحته. يعني قبل ما نرجعوا للريفيرونس والمرجع اللي هو انا، خصني نعرف بعد راسي شكون انا، واش انا كنفكر في صحتي ولا ما كنفكرش في صحتي. انا بالنسبه لي هذاك الانسان اللي كيفكر في صحته مي غير باقي ما بداش، هذا ربحنا، هذا بدا على الاقل كيكون ربح بالنسبه لنا. بالنسبه لي انا يا واحد مقتنع بالحق يلا غيبدا يطبق شويه بشويه، هذا ربحنا. مي اللي صعيب هو الانسان اللي باقي خارج، يعني بين قوسين التغطيه، انسان اللي باقي صحته باقي ما عطاهاش داك الاعتبار الحقيقي. ولا الاخوان اللي عندهم هذا الفكر هذا، نبغي نعاود ناكد على واحد المساله. انت داخل في مشاريع في حياتك، مشاريع اللي هي عائليه، أسرة، وليدات، زواج، كل شيء. لا نجاح لأي مشروع
سواء كان بروفيسيونيل او لا فاميليال، دون ان تكون الصحه ديالك. بغيجي يقول لك بابا يلا نخرجوا نلعبوا، فين هو هذا الجسم اللي غيلعب؟ مي غيجي مثلا وليدات يقول لك بابا يلا نسافروا، فين هو هذا الجسم اللي غيسافر؟ غيقول لك بابا جي خرج معايا هذا التمرين، فين هو الدماغ اللي خيخرج هذا التمرين؟ وبالتالي انسان لما يدير المشاريع، انت مثلا غادي مثلا انت كاع انسان وصل يعني للدرجات اللي بغا هو، نعم جيد، لكن مي غتولي انت يا راعي غنم مثلا، ولا غيولي الانسان مهندس، ولا غيولي الانسان ما استصغروش راعي غنم، راه ولات مهنه في العديد من الدول اللي كيكسبوا فيها الناس اموال طائله. بعض الناس يستغربوا يسمعوني قلت راعي غنم، ولات بارمي لي ميتي اللي هما ولاو في العالم دابا تخي دوموندي، وغتشوفوها واخا كيكسبوا اموال طائله وفيها واحد لو سافوار. مي كتولي انت هذا الجسم هذا انت كواحد كتخدم لو كوتي بروفيسيونيل، باش كتخدم؟ ماشي برجلاتك، ماشي بيدك، ماشي بدماغك، ماشي بعقلك، ماشي بلا كورديناسيون ديال الجسم ديالك كامل. وبالتالي ما كاش عندك هذا الجسم اون بون سونتي، بصحه جيده. شنو حلاوه المشروع؟ وشنو قيمه المشروع؟ وشنو قيمه الاستثمار اللي انت غتنجح فيه؟ اذا اول راس المال اللي عندنا هو الصحيحه ديالنا. وبالتالي مي كنبغيو ندخلو في واحد نظام غذائي، بعض المرات كنقلبو على اللاوعي ديالنا كيقلب على شي حاجه كما كنقولو ريماركابل. مي النظام الغذائي باين، كاينش نظام غذائي كيمشي على الفواكه، كاينش وبالمناسبه النظام الغذائي اللي كيمشي على الفواكه بوحدو راه معروف شكون اللي كيروج له. مي حنا عندنا نظام غذائي يسمى بالتوازن، نظام متوازن يعتمد على كل العناصر الغذائيه. تقول لك لا من اللحم، اللحم دابا حنا دينيا كنصومو والحمد لله ديننا الاسلام، راه القران الكريم ذكرت فيه كلمه اللحم 11 مره. هذا يعني ما يعني سيدنا ابراهيم من جهه الضيف جاءهم بعجل حنين، وبالتالي باش نقولوا نحيدوا اللحوم؟ ابدا. نحيدوا الدهون ليدام؟ ابدا. فهادشي علاش بالنسبه لنا افضل شيء هو النظام الغذائي المتوازن. كاينين دي توندونس، هاد لي توندونس هما اللي غنهضروا عليهم اليوم. هو العاده، تلقى انسان عاده مشى سمع واحد المعلومه. وبالمناسبه وهاد النقطه مهمه جدا، راه النظام الغذائي في البرازيل ماشي هو في الراس الاخضر، ماشي هو في المغرب، لان احنا جدودنا سكنوا جبال الريف، جبال الاطلس، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، الأطلس الصغير، في الصحراء، هادو هما جدودنا. وبالتالي نظامنا الغذائي هو نظام مختلف تماما عن جبال الألب. يعني ما غايقوليش إنسان واحد إنسان عايش، لأن لو كور ديجا لو كور إلي جيو سونسيبل. وبالتالي جسمك أنت الجينوتيب ديالك أنت كإنسان مغربي اللي عايش، أش كتلقاو المغاربة متميزين في العالم؟ لا لف كعدائين ولا كرياضيين ولا كأدمغة ولا علاش متميزين؟ لأنهم أبناء جبال الأطلس وجبال الريف والصحراء المغربية. وبالتالي الجسم ديالنا احنا جسم قوي جدا، والجسم كيخرج منه العجب لا من حيث القوة الجسدية ولا من حيث القوة ديال الفكرية. هذاك الشيء علاش هذا الجسم هذا إلا عطيناه شي حاجة زوينة كيخرجنا العجب العجاب، كيخرجنا دي كومبيتونس، كيخرجنا ماركه مسجله سميتها مغربيه ومغربي. وبالتالي انا نضيع جسمي واحد الغذاء، علاش؟ لانني سمعت واحد النظام غذائي كيطبق في شي دوله، هذيك الدوله راها دوله عندها خصوصيات ديالها، المغرب عنده خصوصيات ديالو. انت راه جدودك عاشوا في جبال الاطلس، يعني عاشوا القوه، يعني لو جينوم ديالك انت راه فيه القوه، وبالتالي غير تعطيه فرصه لهذه القوه تخرج، غادي تلقى باللي كيخرج من الإنسان المغربي العجب العجاب في المهارات. لأن من أكبر الناس اللي عندهم مهارات، والله إلا أنا كنقولها وشوفوا البرامج وشوفوا العالم شنو كيقول، راه ماشي حيت مغربي، من أكبر المهارات هي المهارات المغربية كل جميع المجالات وبدون استثناء، أقول بدون استثناء. راه كاين بعض الحملات شرسة على المغاربة، ولكن المغاربة قادين، غير هو عفاكم الله يعطيكم الخير نظامنا الغذائي، داكشي اللي كنديروا في الكريشه ديالنا نعرفوا شنو نديروه باش نخرجوا الطاقه، ماشي نضيعوها وماشي نهضروها. اما نقول انا رمضان راني غناخذ غير الفواكه نظام، لا لا لا، عندنا نظام غذائي معتمد على ثقافتنا وعاداتنا اللي هي جيده.
يعني بعض الناس مثلا، حنا اليوم الحلقه ديال اليوم يعني الصيام وتغيير العادات والسلوكيات، بعض الناس كيقول لك لا هو حنا هذه ولات فينا عاده كنديروها عاده، وهي عاده حتى المدخن راه مشيتي عنده يقول لك هذه عاده، ولكن واش هذا التدخين جيد؟ ابدا. فرمضان هو فرصه لتغيير كل العادات الغير المرغوب فيها بما في ذلك العادات الغذائيه. الجسم عند الصيام، وهذه عقلوا عليها، يكون في بحث مستمر على التوازنات، سكون نابل هنا لوميوستازي. دائما الجسم كيكون صايم خارج التأثير ديال التغذية والطاقة ديال التغذية، الجسم يبحث عن التوازنات باش بالطاقة ديال الهضم. كنت قلت لكم بلي الطاقة ديال الجسم مقسومة على ثلاثة، كاينة طاقة كتمشي في الهضم، وطاقة كتمشي في التفكير، وطاقة كتمشي في الحركة، وطاقة كتمشي في إزالة السموم. هذيك الطاقة ديال الهضم شدها الجسم تصايم، عطاها وزعها على الطاقة الفكرية الذكاء كيطلع، على الطاقة العضلية الطاقة كتزيد، وعلى إزالة السموم كتطلع، يعني الكفاءة ديال الجسم في إزالة السموم. وبالتالي الجسم يبحث عن التوازن. الجسم في رمضان كي داير؟ بحال واحد الكرة حديدية معلقة في واحد الخيط، كتدفعها كتبقى غدا جايه غدا جايه، كتحيد التاثير ديال يدك، كيولي الجسم يعني يستسلم الى التوازنات كون ابيل هوميوستازي. علميا اي عاده بغيتي تدخلها او لا تحيدها، الجسم البشري مهما كانت بوغ ديزانستالي او لا انستالي واحد لابيتود في الانسان، خصنا 21 يوم. وعلاش 21 يوم؟ لان 21 يوم هو لو سيكل سيلولار، هي دوره الخليه، ودوره الخليه وحنا عندنا الخلايا فهي عندها دوره. الله سبحانه وتعالى زدنا 9 ايام، عطانا شهر. رمضان فرصه للاقلاع عن كل عاده، رمضان هي اعاده فرصه اعاده برمجه الهرمونات والنواقل العصبيه. رمضان فيه الجسم يصبح يميل هرمونيا وعصبيا نحو الفطره ونحو التوازنات. هذا الملخص ديال الحلقه اليوم كامله، هو ان الجسم عند الصيام وفي رمضان يميل هرمونيا وعصبيا نحو الفطره نحو التوازنات. الجسم خلال الصيام يعيد ترتيب لا 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 يعني الترتيبات الفيزيولوجيه ديالو كامله، والصيام يعيد ترتيب كيمياء المذاق. وهنا فين بغيت انا نوقف، هي كيمياء المذاق عندنا في الجسم، لان انت مي كتحس بالبنة ديال الماكلة، شنو هي؟ هي عبارة عن تفاعلات بين كيمياء المذاق، كيمياء الغذاء، وكيمياء الجسم، أعطت ما يسمى بالمذاق. شنو هو المذاق؟ المذاق هي تفاعلات بين عناصر غذائية وبين أنزيمات ودي ريسبتور مستقبلات على مستوى قصر المذاقات. ما كاينش الناس كيقولينا كنعرفوا اليوم على الحلو والمالح، ما كاينش غير الحلو والمالح. لا بغيتي تخلص من فرصه تبقى تذوق غير الحلو، لان الناس دابا كيذوقوا غير الحلو والمالح صافي، لان الدراري ما رضعش الناس كيعطيهم الحلاوه. نولي مع العلم ان شحال كاين انواع المذاقات لا نهايه، لان كل غذاء الا وعنده المذاق ديالو. والمذاق هو تفاعل بين مستقبل كاين على مستوى قصر المذاقات في اللسان ديال الانسان اللي مقسوم، كل جزء كيحس بواحد المذاق، وبين كيمياء الغذاء. حاليا دابا قلت انا كاين المالح والحلو، المذاق بحر لا حدود له. فعند الصيام ترتفع متعة الأكل وسرعة قراءة الدماغ للسيالة العصبية الآتية من المستقبلات ديال قصر المذاقات، وهذا يعني متعة أكثر من الغذاء. الجسم يصبح قادر على خلق المتعة من الفواكه والخضار. كاين الناس ما كيعجبهمش الخضار، علاش؟ حيث ولف الإنسان الحلو والمالح فقط، يعني أنت محصور في الحلو والمالح، مع العلم أن كاين مذاقات أخرى. فبعدما كان الإنسان يقتصر على هذا المذاق الحلو والحلو والمصنع صافي هو اللي كيعرف، حتى الخضر والفواكه، مرحلة الصيام بعد مرحلة الصيام تصبح هي كترفع الدوبامين، يعني الناس كان كيطلع لهم الدوبامين غير بالحلاوة غير بالمحلي غير بالشباكية غير بهذه، دونك ولا حتى الخضر والفواكه كتطلع الدوبامين، والدوبامين هو اللي كيعطينا المتعة. كما يتم تنظيف كل الشعيرات الدمويه والشبكه العصبيه الموصله لهذه السياله العصبيه اللي كتعطي السلوك الغذائي والميول نحو واحد الغذاء. كما ان الصيام اش كيدير؟ اعظم ما كيدير في العادات الغذائيه. العادات الغذائيه ديال الانسان، اي انسان كيتصنت لنا دابا
العادات الغذائية ديالك عندهم جوج الأسباب، إيش ثلاثة؟ سبب واحد عادي والسبب الثاني غير عادي. فأنت مي كتبغي تاكل، مي كتميل لواحد الغذاء، عندك جوج الأسباب، إما هو طلب من الخلايا أو هو طلب من الخمائر. نعاودها، أنت مثلا تشهيتي واحد الحاجة، هذاك تشهيتي هي رسالة عصبية، منين جات؟ جات من داخل الجسم ديالك وتعلم الدماغ، والدماغ قال لك نود قلب على الأكل. ده شيء عادي في الإنسان، ما تحقوش الدماغ غادي يقول لك نود قلب على الحلوى، أبدا ما كيعرفهاش هو أصلا. فالرسالة السيالة العصبية كاين نوعان، كاين رسالة آتية من الخلايا وهي رسالة حقيقية، وكاين رسالة آتية من الخمائر وهي رسالة مقرصنة. يعني أنت إذا كان نظام حياتك محليات، حلويات، خبز أبيض، كيش نخالة، كيش خميرة بلدية، مشروبات غازية، الجسم ديالك كيسكنوه خمائر، عندك واحد لومبخانت ديال الميكروبيوت، هادوك الخمائر هما اللي كيقرصنوا. الخلية كتطلب الفيتامين أو، وهو كيقول لك سير خد داك الفيتامين أو في شي حاجة مقلية، الجسم كيتشهى زيت الزيتون، مي هادوك الخمائر كتحول هذاك الميول وهذاك السلوك من انك تاخذ زيت الزيتون الى انك تمشي تاخذ شي حاجه مقليه. علاش؟ لان هي باغيه لزاكريلاميد، هي باغيه لجليكوتوكسين باش انها تبقى. وهذا الميول الغذائي هذا يكون ميول وعادات تحت، كتكون تحت القرصنه، كتكون هذه الرسائل مقرصنه. مي كيجي رمضان يبعثر هذا الرادار، لان كيكون واحد الرادار كونيكتي بين هذه الخمائر وبين الدماغ، كيكون متحكم فيه انه تشهى هادي وتشبات. شحال واحد كتلقاه دابا عارف هو واحد الحاجه غتضرو بورتون كياخذها، علاش؟ لان هذيك رساله مقرصنه. وبالتالي اش كيدير رمضان؟ كيجي كيقطع لا كونيكسيون بين هاد الخمائر، دايوغ كيجوعها، يعني كما كتجوع انت الخلايا راه كتجوع حتى الخمائر. الناس اللي كيجيهم داك الجوع الحاد ورا الظهر، عارف راسك باللي الخمائر هي اللي طالبه هاد الشيء هذا. وهادشي سبحان الله كيفوت خلال 10 أيام الأولى، لأن الترتيبات ترتيبات. أنت شوف عمي كدير لو كغو ميناج في الدار، مثلا غديرو في نهار ولا يومين، هذيك الساعات الأولى ونص النهار الأول راه كتكون الدار مرونة، شوية شوية كتبدا تنقى، دات هادي كل حاجة تحطها في بلاصتها، هادي في بلاصتها، حتى من بعد كتلقى الدار مخملة كلشي في بلاصتو. هذا هو رمضان. 10 أيام الأولى كيكون الهرمونات كل شيء فاق، الخلايا البكتيريات الفيروسات كل شيء فاق، بعض الناس كدوز عليهم شي شويه يعني هذه، ما كتفوت الانسان كيبدا الترتيب. دابا كتبدا البعثاره ديال هذه الانظمه، من موراها كيبدا الترتيب. الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث كيبدا لانستالاسيون ديال لي زابيتود زوينين. سا ديبون نتايا شنو تبنيتي، واش مشيتي في اتجاه انك تبنى عادات جيده دماغك غيحافظ عليها، واش بديتي في اتجاه انك تكونفيرمي هذوك العادات اللي هي سيئه وتخليها الجسم غيحافظ عليها. الجسم ما كيعرفش السلوك، لا الجسم كيعرف البيلوطاج، دماغك اللي كيبيلوطي هاد لابيتود هادية، واش مزيانه او لا ماشي مزيانه. وكيولي داك الساعه الانسان كيحافظ على عادات جيده ويحيد العادات اللي هي. ففرصه نهار كامل وانت ما واكلش، فرصه انك تعطي الجسم ديالك هاد الفرصة أنه يحيد هاد القرصنة ديال السلوكات والميولات، ويولي عندك سلوكات نابعة من الخلية وليس من الخمائر المستعمرة للأمعاء اللي كتموت تقريبا كلها عند الصيام. عند الصيام جميع الخمائر كيتبدل، كيبداو يطلعوا، كتبدا تطلع اللاكتوباسيلوس، كتبدا تطلع البيفيدوباكتير، كيبدا واحد لا كومونيكاسيون سكون نابيل حنا لو كوغوم، وهاد البكتيريات هادوما كيبداو يطلعوا البكتيريات النافعة، وجسم الإنسان يتغير يعني رأسا على عقب. هذا من الأمور اللي نستغلوا فيها رمضان بشكل جيد من أجل تغيير السلوكات ديالنا. ومي كنقول أنا السلوكات كنهضر على السلوكات الغذائية، لكن يقدر يجي مختص آخر يهضر على السلوكات النفسية، السلوكات الاجتماعية، لأن جسمنا هو منظومة، وبالتالي كل السلوكات ممكن نحيدوها بما في ذلك التدخين. مرحبا. مشكور أستاذ، وأكيد أنه فرصة باش كيف ما قلت يصحوا مجموعة من الأخطاء اللي كتكون مجموعة من العادات السيئة الواحد يتراجع عليها في رمضان، تنقدروا
المساله هي مساله عزيمه، ملي كيقدر الانسان يصوم في رمضان وتيقدر يحبس مجموعه من العادات ممكن انه يحبس حتى في الايام اللي هي عاديه ويحافظ على هذه الامانه اللي عطاها ليه الله سبحانه وتعالى. فاكيد انا ولقاءنا مازال متواصل معك استاذ محمد احليمان، توقفوا مع فاصل ورجعنا نخدم اسئله المستمعين، خليكم معنا.